ملكة من الدار البيضاء. أهلا وسهلا. أهلا الملكة، لاباس عليك؟ لاباس عليك. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله، كل شيء مزيان، بارك الله فيك. الحمد لله. عندي لك واحد السلام. مرحبا بالسلامة. أيه. واحد البنت سارة تبارك الله عليها، راه كتسلم عليك. أيه. وكيعجبها البرنامج. الحمد لله، تحياتنا سارة. وغتشارك معك في هذا البرنامج. إن شاء الله، مرحبا. تبارك الله عندها ما تعطي. إن شاء الله. وراه عطاتني رقم الهاتف ديالها باش نعطيه لك. أيه واخا، مرحبا. تبارك الله باقا صغيرة ولكن داكشي اللي عندها تبارك الله عجبني بزاف. أيه واخا سارة، إن شاء الله غادي نتصلوا بها. رقم الهاتف ديالها باش نتواصلوا معاها. واخا. واقتراح عندي، غنعطي الحريشات في الفران. ايه واخا، نعطي صابلي ونعطي شي بسبوسات الى بقى الوقت. اها واخا، نشوف على حساب الوقت. واخا إيه. نبداو بغريبه ديال الحرشات اللي كيجي شويه كبيره. ايه كتجي زوينه. عندنا 750 غرام سميده رقيقه، كاس زيت ديال العنبه، جوج كيسان سنيده، 25 غرام ديال الكوك، حامضه محكوكه، الجاز ديالها، ثلاثه الخمارات، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار، واحد الفاني، وبيضه، وسطرو ديال الحليب. نعود المقادير. اييه لو سمحتي. 750 غرام ديال السميده رقيقه، كاس تاع الزيت، جوج كيسان سنيده، 25 غرام ديال الكوك، حامضه محكوكه، ثلاثه الخمارات، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار، واحد الفاني، بيضه، سطرة الحليب. إيه. كنخلطو السميدة مع السنيدة مع الزيت مع الكوك لجزء الحامض والخميرة تاع الدار والفاني وبيضة، وكنجمع هادشي كلشي في السطرة ديال الحليب. كنبقاو نعطيو الحليب شوية بشوية، حيت كاين السميدة اللي كتشرب كاين اللي مكتشربش. إيه. كنعطيو الحليب وكنخليوها شوية ترتاح، كندورها كويرات شوية كبيرة. كنفندو السميدة وندخلو من الفران. بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. كتجي لذيذة. إييه سهلة ولا سهلة وزوينة. واخا. وكنتناول الجميع. إلا سمحتي مالكة، ناخذوا الاقتراح ديال البسبوسة، لأنه كنت لقيت دابا في الإس إم إس جوج المستمعات كانوا طلبوا، ونخليو اقتراح ديال صابلي، ربما إن شاء الله ملي نتواصلوا معاك. واخا. إييه ما كاين مشكل، عندي جوج البسبوسات دابا قدامي. إييه واخا. جوج زوينين، وحدة يلاه درتها دابا. إييه بصحتك وراحتك. جوج زوينة. مقادير سهلة وبسيطة وكنتناول الجميع إن شاء الله. فيها الزويضات، جوج كيسان ديال الزيت ما عامرينش، جوج كيسان سنيده، اللي كيبغى الحلاوه يدير جوج، اللي ما كيبغيش يدير كاسون حيت عاوز القهوه. وعندنا جوج كيسان ديال عصير الليمون، وعندنا جوج خمارات، وربعه الكيسان ديال السميده. نعود المقادير. جوج بيضات، جوج كيسان الزيت ما عامرينش، وجوج كيسان سنيده، وجوج كيسان ديال عصير الليمون، وجوج خمارات، وربعة كيسان ديال السميدة رقيقة. كنخلطو هاد المكونات كلهم تتخلط لينا مزيان، كنضربو زايد مزيان مع الزيت مع السنيدة، عاد كنضيفو الليمون، وعاد كنديرو السميدة والخميرة، كندهنو المول ديالي كل شوية كبير، وكندخلو الفران. مي كتطيب كنكونو وجدنا داك الكونفيتي اللي كيكون سائل، كنزيدو ليه شوية ديال الماء، مكنديروش فوق النار، غير كنشدو داك الكونفيتي كنزيدو ليه الماء، وكنبقاو نطربو فيه نطربوه. ملي كتخرج الكيكه وهي سخونه كنخويو عليه، راه كتجي لذيذه. والله الا ما درتها زوينه هذه. الله يعطيك الصحه. وانا نعطيك الصوص على الاخر، دابا ما بغيتش الصابلي. ماشي ما بغيناش غير ما بقاش لنا الوقت. صابلي حتى المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. الصوص حتى هي زوينه. هي حتى دو ساهلين يعني دغيا غادي نحاول نعطيها داك الشيء بسيط اللي هي كاين بزاف، الله يحسن العوان كيبغيو داك الشيء بسيط. دوز كيلو السميده رقيقه، جوج بيضات، واحد فاني، كاس سنيدة، جوج خمارات، كاس زيت، شوية ديال الملح، وسطرة الحليب، نص كيلو السميدة رقيقة، جوج بيضات، واحد فاني، كاس سنيدة، جوج خمارات، كاس زيت، والملح، وسطرة الحليب. كنخلطو السميدة رقيقة مع البيض، مع سنيدة، مع الزيت، مع شوية ديال الملح، الفاني، والخميرة، وكنبداو نزيدو الحليب، خاصها تكون شوية خفيفة. إييه. السميدة كتشرب في الفران. كندهنو المول ديالنا كالعادة، وكندخلو على الطيب. ملي كطيب كنوجدو العسل ديالنا وهو سخون. هادي كتسقى بالعسل، حيت ما درناش فيها بزاف الحلاوة،
وكتجي زوينه فهي رائعه وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. شكون بحالك الوقت غنعطيك صابلي مالك. شكون بحالك ختمنا بجوج بسبوسات واكيد المستمعات